التي تعيش فوضى السلاح على وقع الربيع العربي المزعوم. الولايات المتحدة الأمريكية تجلي رعاياها من ليبيا وتعلن عن استعداد قوة عسكرية موجودة في إسبانيا للتدخل فيها. يأتي ذلك بعد إجلاء البريطانيين والفرنسيين إثر تفجيرات بنغازي واستمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة وحصار الوزارات. هذه ميليشيات ليبية مسلحة تحاصر وزارتي الخارجية والعدل منذ ما يزيد على 10 أيام في بلد يقولون بأنه شهد ثورة من أجل الحرية والعدالة. وهذا رئيس الحكومة الليبي في دولة العدالة والحرية المحلومة التي قامت ثورة من أجلها يتوسل الميليشيات لإقناعها علها تخلي سبيل وزارتيه الأسيرتين. أن هذه المجموعة لا زالت موجودة وهناك محاولات لإقناعها بأن تترك المقر. وهؤلاء مواطنون ليبيون يتظاهرون ضد تلك الميليشيات التي لا تلقي لهم بالا وهي التي لم تكلف نفسها عناء الرد على رئيس وزرائهم طالما أن أميرا قطريا ما زال يلقي إليهم المال والسلاح. الأمر الذي دفع السفارة الأمريكية في طرابلس لطلب إخلاء رعاياها لاحقة بالفرنسيين والبريطانيين بعد تفجيري بنغازي، وقد ترافق طلب الإخلاء الأمريكي بتصريح لمصدر عسكري أعلن فيه أن قوة أمريكية موجودة في إسبانيا تتأهب لاحتمال إرسالها إلى ليبيا. فيما يعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم اليوم إن قوات الأمن المصرية ضبطت خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة كانت على وشك تنفيذ هجوم انتحاري يستهدف مصالح حيوية. ويصرح مصدر لبناني أن الخلية الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها أمس الأول تابعة لجبهة النصرة وأنها كانت تنوي القيام بتفجيرات في مناطق لبنانية عدة. تنشط هذه الجماعات في سوريا وخارجها، غير أن ما يميز الإرهاب في سوريا هو الغطاء الإعلامي والسياسي والشرعي الذي يحظى به من قبل الدول ذاتها التي تحاربه على أراضيها وتباركه في سوريا. في حالة من النفاق السياسي والانحطاط الأخلاقي لا يشبهها إلا توسل رئيس وزراء الثورة في ليبيا لفك الحصار عن وزارتيه.